اتفرج يا سلام على عجايب الزمان، وان ما رحت وان ما جيت ما في احلى من لبنان. تعا اتفرج على بيروت كيف فيها صارت البيوت، شوف كيف صارت ساحة البرج وكيف الناس بتكرش كرج، شوف عندك هالأمورة كيف راحت عنا الصورة. بيروت بتبقى بيروت وصورتها أحلى صورة. مين؟ أبو سليم؟ إيه أبو سليم. شو هيدا اللي حامله على ظهرك؟ هيدا صندوق الفرجة. وعلى شو بفرجه؟ عالدنيا. بتحب تتفرج؟ إيه بتفرج. ليه ما بتفرج؟ إيه نزل معي لشوب. أف 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 ها؟ تقيل كتير. إيه شو بدنا نعمل يا زغلول؟ أبو سليم ليه ما بتجيب لك شي حمار يحمل لك إياه؟ وأنا شو بعمل؟ أنت بتجر الحمار؟ لا أنا بحمله، أنا معود عليه. هلأ شو بدك؟ تفرجيني. ادفع 1000. وبدك مني كمان؟ يلي بده يتفرج بده يدفع. وشو بدي يشوف؟ ادفع وبعدين بتشوف. هي 1000 ليرة تفضل. عود على البنك لشوف. وهي قاعدة شايف هالصندوق هذا، شايف هالطاقات الازاز هال، اطلع فيهم بتشوف. شوف شو بدك تشوف. شوف عيني. وتفرج يا سلام على بلادك بالتمام. شوف قدامك الروشي وصخرتها هالمنقوشي. شو هيدا ابو سليم؟ شو هيدا ابو سليم؟ شوفي عم تضحك علي؟ هلا انا كنت شخصيا على الروشي، بدك تفرجيني يا صوره؟ هلا بتشوف ساحة البرج وباب دريد. ايه بلا زعبرة ابو سليم، بلا زعبرة. هات رجع لي الالف ليرة هلا. ولك خد هالالف تبعك وفل من هالروح. شوفوا الزغلول عم يحكي مع حاله. انا بعرف الله يسعده. شو هيدا لمين السحرة هيدا؟ شو سحرة؟ اي سحرة يا فمان؟ هيدا صندوق الفرجة. ولو بوجود السينما والتلفزيون والفيديو حدا بيشوف صندوق الفرجة؟ يا فهمان بدي فرجي هالولاد الصغار كيف كانوا أهلهم وجدودهم لما كانوا صغار، على شو كانوا يتفرجوا ويحضروا. لك يا أبو سليم صندوق الفرجة صور وبس. ايه بعرف صور، بس في ورا هالصور شخص بيحب هالصور وبيحب يشرح عنها. طيب فيني اتفرج وشوف شو هالصور؟ حط 1000 بس. ايه بس. ايه لكن أنا ماني عاملها تجارة، بس في صور لازم هالولاد يشوفوها عن لبنان وبيروت وبلادهم. وين رح تعمل مركزك؟ ما رح اعمله بمحل، بدي لف كل لبنان وشوف كل بلد. انا بلاقي حدا يعمل صندوق فرجة مثل هيدا بحطه على راسي. كويس، فاذا نفتح شركة وسميها صندوق الفرجة. ليش لا؟ يلا لشوف، حط لي البنك هون لشوف. وهي حطينا البنك. عود لشوف. شوف وتفرج يا سلام على بلادك بالتمام. شوف هدي. عندك الزيتوني احلى شارع يا عيوني. هيدا شارع البسطة احلى صوص عند القسطة. يا سلام. وهيدا شارع باب ادريس. وهيدا زارو بالطمليص. تمام 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 ابو سليم. نجيب الصور هذا. ولك صار لي 5 سنين بلم فيهم لحتى جمعتهم ولزقتهم على 500 وعملتوا رولو. وكان صورة عندك؟ شي 200 صورة لبيروت وطرابلس وطيدا وصور وبعلبك وجبال وزحلة والأرز وكل المناطق اللبنانية. حلو حلو، عجبوني هالصور كتير. وين فيني لاقي منهم؟ بدك تعمل صندوق الفرجة؟ لا، بدي ألف كتاب عن لبنان الحاضر ولبنان الماضي. اسمعوا هالسماعية، قال فهمان بده يألف كتاب. الكتاب بيطلع مصاري يا ابو سليم. اللي هالصور انا بلاقي منهم؟ ما في حدا عنده مثلهم. طيب بتبيعني هالصندوق؟ بدك تشتغل عليهم صندوق الفرجه؟ لا، بدي شيل الصور وحطهم بالكتاب. ايه روح من خلقتي روح. قال يحطهم بالكتاب. قال تعا اتفرج يا سلام على عجايب الزمان، تعا اتفرج تعا شوف. سليم إذا حكيت ما بتزعل؟ لا ليش لحتى أزعل؟ هلأ كل شي في صنعات بهالبلد، ما لقيت تشتغل غير هالشغلة؟ لا شبه هالشغلة يا شكري. حدا بيفرجي الناس صور وبياخد علي مصاري؟ هيدي مش صور يا شكري، هيدا تاريخ.
صور شوارع وطرقات وصخر تاريخ. جاهل ما عندك روح الوطنية. أنا ما بدي كون وطني مثلك بيضحك على الناس. أنا عم بضحك على الناس يا شكري الله يسامحك. عود وتفرج وكحل عيونك بمناظر بلادك. عود بلاش. عود وتفرج على بلادك بالتمام، شوف الروشة وصخرتها، ما في منها بكل الكون محفورة بأحلى صورة. شوف عندك باب دريس بالناس مكدس تكديس، شوف كيف كانت ساحة البرج الناس بتكرش فيها كرج. بس يا أبو سليم بس. شبك شبك دمع عيونك؟ ذكرتني بأيام زمان يا ديعان هالبلد. شو طالع بإيدنا؟ ما بقى لنا غير هالصور نتفرج عليها يا شكري. مسيك يا أبو سليم مسيك. ها 2000 ليرة. لا يا شكري الفرجة بس بألف. يلي فرجاتني هن بنظري ما قلن تمن. أنا بشكرك بشكرك كتير. بدي مرتي تسمع هالكلام. ليش يا مرتا؟ أنت بتشكرني ومرتي تركتني وراحت. ليش؟ قال هيدي شغلة أولاد صغار. الشغلة إذا الأولاد صغار بيتفرجوا على بلادهم. قال حدا بيفرجي الناس على صور وبياخد منهم مصاري. أخ ولك ليش هودي صوره بس؟ هودي تاريخ. أنا بشكرك يا شكري قويتلي معنوياتي. شوف وتفرج يا سلام على بلادك بالتمام، وين ما رحت وين ما جيت ما في أحلى من لبنان. أبو سليم شو بعدك عم تبرم؟ شو بدنا نعمل؟ ما حدا عم يقبل يتفرج، وإذا إجا ولد صغير بعد بتزمر له بطلع له أبو فشفوشة ببلش يصرخ وبيهرب وبيقول لي رجع لي مصرياتي. أبو سليم ليش مدشر مرتك؟ أنا ماني مدشرها، هي تركت البيت وراحت لعند أهلها. أنا حكيت معها وهي قالت إذا بتترك صندوق الفرجة بترجع على البيت. طيب وأنا مستعد بيع صندوق الفرجة إذا هي بترجع. وأنا عندي زبون يشتري. بده يشتغل عليه؟ لا بده الصور اللي فيه. شو بده يعمل فيهم إذا أشيلهم من صندوق الفرجة؟ بده يؤلف كتاب عن لبنان، بده صور قديمة. عرفته عرفته عرفته، هذا فهمان. وكيف عرفته؟ وين كنت امبارح ما سمعنا صوتك؟ عم ابرم على شغل يا فهمان. ما حدا عم يقبل يدفع بالشهر اكثر من 500,000 ليرة. شو على نعمة؟ يعني يا فهمان كل يوم بيطلعوا 15,000 ليرة بيكفونا نحن عائلة ناكل ونشرب ونلبس ومصاريف ومدارس. طيب شو العمل؟ الآن شغلة بدي اخد رأيك فيها. ترجع لصندوق الفرجة؟ لا اشتغل بالقهوة. جرسون؟ لا اعمل مسرح. بالقهوة مسرح؟ مسرح شو؟ مسرح كراكوز. ناسك عند الآخرة تشتغل كراكوز. ضحكنا سويا مع صلاح تيزاني، شو هذا يا عم الله، محمود مبسوط، كيف لك صلاح صبح، فؤاد حسن، وفاتن طويل. اضحك معنا. اعداد صلاح تيزاني، اخراج سمير ابو سعيد، تنفيذ حسن حمود.